بيتي فور باليانسون 35 قطعة، 150 سعر حرارية للقطعة الواحدة. المقادير كالتالي: طحين 500 جرام أو 5 أكواب ناقص ملعقة كبيرة، ينسون 20 جراما أو ملعقتان كبيرتان، بيضة واحدة، ليمون حامض برشتان، زبدة 300 جرام أو قالب صغير وأربع ملاعق كبيرة، فستق حلبي مطحون 50 جراما، مربى المشمش المصفى 50 جراما أو ملعقتان كبيرتان، سكر بودرة 150 جراما أو كوب واحد. بيتي فور باليانسون حلوى ذات نكهة خاصة من عائلة البيتي فور الكبيرة، يميزها اليانسون ويطيبها برش قشر الليمون. في وعاء مستدير القعر نضع 300 جرام زبدة أو قالبا صغيرا وأربع ملاعق كبيرة، ونعجن الزبدة مع قشر الليمون الحامض لنحصل على كتلة زبدة طرية تشبه العجينة. إلى الزبدة الطرية نضيف 150 جراما من السكر البودرة ونعجن مجددا، فنحصل على زبدة طرية بالسكر البودرة تشبه العجينة. قبل أن نضيف زلال البيضة إلى الزبدة والسكر، ننقع 20 جراما ينسون في قليل من الماء البارد. ثم نكسر بيضة ونصفي زلالها فوق الزبدة والسكر وقشر الليمون. وقبل أن نعجن هذا الخليط، نصفي بذور اليانسون من مائها فوق كاسة جافة بواسطة ملعقة صغيرة، ونترك بعضها في الماء مع الرمل والأوساخ المحتملة الوجود. نعجن خليط الزبدة مع زلال البيض فنحصل على مزيج رخو بعض الشيء. نضيف إليه بذور اليانسون المصفات من الماء، ونعجن الزبدة والسكر وزلال البيض واليانسون جيدا لتتوزع بذور هذا اليانسون في العجينة بشكل سوي. من مقدار الطحين الكامل نأخذ جانبا في كاسة مقدار ملعقتين كبيرتين، ونسكب الباقي أي 500 جرام أو نصف كيلو جرام فوق الزبدة والسكر وزلال البيض وقشر الليمون الحامض واليانسون. ومع وجود الطحين يصبح استعمال كلمة عجين مناسبا أكثر من ذي قبل، فنعجن جيدا لنحصل على عجينة متماسكة ومتجانسة وصلبة. نضع هذه العجينة التي تبرز فيها بذور اليانسون في ورقة نايلون لئلا تجف، ونتركها ترتاح مدة 10 دقائق. بعدها نقتطع من العجينة كتلا نتحوها بيدنا على الطاولة لنشكل بها قضبانا. إذا لاحظنا أن العجينة غير متماسكة ندعكها على الطاولة، ثم نشكل بها قضبانا طويلة أسطوانية الشكل لا يتعدى قطر واحدها 1.5 سم، ونحرص على أن يكون هذا القطر متساويا على طول القضبان. نستبعد العجين عن طرف الأسطوانة، ثم نقتطع قضبانا بطول 12 سنتيمترا تقريبا ونلفها من دون تلامس الطرفين على شكل حدوة حصان، مع الانتباه جيدا عند حملها لأن هذه العجينة رخوة بعض الشيء. نصف هذه القطع أو الحدوات في صواني الفرن، وإذا كانت حدوة حصان واحدة تجلب الحظ فكم بالأحرى هذا العدد من الحدوات. اكتمل الآن عدد الحدوات في الصواني، نضعها في الفرن لمدة تتراوح بين 12 و15 دقيقة في حرارة 150 أو 160 درجة مئوية إلى أن يجف عجينها تماما دون أن تتحمر. بعد انقضاء الوقت المقرر في الفرن نخرج الصواني حيث كعك البيتي فور باليانسون ناضج.
بيتي فور باليانسون إذن كعك جاف يتفتت في الفم مع نكهة مميزة، وهو يحفظ في وعاء عازل للهواء لأكثر من أسبوعين، هذا لو سمح له الأولاد بالبقاء طوال هذه الفترة. نترك بيتي فور باليانسون ليبرد، وفي مقلاة على النار نصب مقدار ملعقتين كبيرتين أو 50 جراما من مربى المشمش المصفى، ونحركه في المقلاة ليرتخي ويغلي قليلا. نغمس كعكات بيتي فور باليانسون في المربى، ونلتقط بواسطة هذا المربى بعض الفستق الحلبي المطحون الذي يلتصق به. نغمس بطن الكعكة أو طرفيها كما تشائين سيدتي في المربى، ثم في الفستق الحلبي، كما يمكننا الاستغناء عنهما إذا شئنا، فنكهة الكعكة تكفي لإرضاء الأولاد ومأكول الهنا. كانت حلوى اليوم بيتي فور باليانسون 35 قطعة، 150 سعرة حرارية للقطعة الواحدة. نذكر بالمقادير: طحين 500 جرام أو 5 أكواب ناقص ملعقة كبيرة، يانسون 20 جراما أو ملعقتان كبيرتان، بيضة واحدة، ليمون حامض برشتان، زبدة 300 جرام أو قالب صغير وأربع ملاعق كبيرة، فستق حلبي مطحون 50 جراما، مربى المشمش المصفى 50 جراما أو ملعقتان كبيرتان، سكر بودرة 150 جراما أو كوب واحد.